حياكم الله، معكم بسام سعد الدين، واليوم نحن موجودين قريب على البالم عشان نشوف هذا المشروع الجديد حينزل من النخيل، اسمه بالم فيوز. إني عبارة عن 3 دورات. خلينا نشوف بعض المعلومات اللي عنا إياها هلأ عنه. هذول 3 أبراج من البالم فيو تاورز، حيكونوا على البحر دايركت أكسس. طبعا هن على مدخل نخلة الجميرة، فنحن نقدر نشوف من هون نخلة الجميرة. هذا الوان بالم والفايف، وعلى الجهة الثانية في عنا الوان ان اونلي رويال ميراج. حيكون لهم زي ما قلت مدخل على الشاطئ لقدام، حيكون في 3 دورات. لهلا المعلومات اللي عنا انه لغاية الطابق ال 13 حيكون هو عبارة عن اوتيل، وبعدين حيكون الشقق السكنية زي ما انتم شايفين. الطوابق البوديومز والطوابق الاولى صارت طالعة من المشروع. المشروع حيتسلم باخر 2024، هذا المتوقع. حيكون بحدود 48 طابق، ولحلا نحن عم بيستلموا حجوزات على الطوابق الكاملة. في غرفة وغرفتين و3 غرف، وهاي الإطلالة كلها تاعته حتكون على الشاطئ المفتوح قدام البالم. هون مرسى يخوت تاع جزيرة إعمار، من هون إعمار بيتش فرونت. لهلأ المعلومات اللي عندنا حول المشروع كتير قليلة، نخيل ما عم تعطينا كتير معلومات، بس إن شاء الله بالأيام الجاي بس تصير عندنا معلومات زيادة بقدر أوافقكم فيها. إذا حابين معلومات أكثر وتفاصيل أكثر ممكن تتواصلوا معي. كان معكم بسام سعد الدين.